وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، تتواصل الانطلاقات وتتواصل التحديات هنا في الفترة المسائية في أول أيام هذا المهرجان الغالي، مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. على بركة الله ينطلق الشوط الثالث المخصص للأبكار الحقايق من المسافة 4 كيلومترات. انطلقت هذه الأسماء وهذه الشعارات الباحثة عن الانتصار الكبير، الباحثة عن نقطة ثمينة، عن نقطة تاريخية في هذا المهرجان التاريخي. أتقدم وأسير مع مقدمة الأسماء والصدارة اللي يرونها تهامة بشعار مشعل بن خالد بن سعود بن حثلين، من يقدم لنا تهامة على أول المراكز وعلى على أول التحديات وأول المندفعين في هذا المسار. يا سلام، ثاني المراكز وصلت على ثاني التحديات وتواجدت هنا طيف حمدان بن محمد بن مبارك الأعفاري، من يقدم لنا طيف على مستوى ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت هنا مصيحة علي بن حمد بن علي بن جرحب المري، وصل لشقة في دولة قطر، انطلق بن جرحب مع ثالث المراكز وثالث المنطلقين، من بدأت تتسلل رويدة رويدة مستهدفة المركز الأول والصدارة. ولكن شوف الشعار القادم على الجانب الأيسر، وصل التاريخ، وصل الحصاد سليمان بن سلامة بن سليمان بن رويشد الجهني، من يقدم لنا تاريخ مع ثاني الأسماء، مع ثاني المنطلقين. يتقدم سليمان في هذا الامتحان ليكسب الرهان ويكون هو الفنان في هذا المكان وعبر هذا الزمان. يتقدم ويقدم لنا تاريخ بتاريخها المجيد، بتاريخ هذا الشعار الكبير، يتقدم ويقدم لنا هذا الاسم الممتاز. رابع المراكز، شوف الاسم القادم الى دائرة المنافسة، وصلت الوثبة، وصلوا ابناء الوثبة، نايد بن مسلم الزفنة بن مسلم العامري، يتقدم ويقدم لنا اندفاع الوثبة مع انتصاف مسافة هذا الشوط 2 كيلومتر، ما تفصلنا عن خط النهاية. والاسم القادم، وصلت إعلان محمد بن خجيم بن محمد المري، من يقدم لنا هذا الإعلان ليعلن تواجد هذا الشعار، ليعلن تواجد هذا الاسم الممتاز. تنطلق إعلان وتندفع، ولكن العودة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى أول التحديات. تاريخ 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 سليمان بن سلامة بن سليمان الفايدي الجهني. يا سلام على اندفاع تاريخ وانطلاقها الممتاز واندفاعها الاكثر من رائع. ابناء ينبع مع اول المراكز، ابناء ينبع مع الصدارة، مع الانطلاق الممتاز. هذا الشعار اللي قدم لنا الجذابة في الفترة الصباحية ينطلق الآن مع تاريخ، يتقدم مع التاريخ. ولكن الاسم القادم إعلان هام، وصلت إعلان محمد بن خجيم بن محمد المري، من بدأت تتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة. والاسم القادم، وانطلقت على هنا ثالث المراكز النواعس، عامر بن راشد بن سعيد الابراسي المري، وصل بالراية ليرفع راية التحدي. الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الخطير، واعلان، اعلان تنطلق الان وتندفع بالاندفاع الممتاز. محمد بن خجام بن محمد المري، والقادمة تاريخ والنواعس، والاسم القادمة الفائزة. ولكن شوفوا الكوكب الثلاثية، هذه الثلاثية الكبيرة، هذه الثلاثية المميزة.
لحظات الإقلاع، لحظات الإبداع والإمتاع، لحظات الصراع والنزاع، ولكن الاسم القادم وصل بن قبعان مع حربه، شن الحرب مع حربه عبد الله بن علي بن محمد القبعان المري. ولكن تاريخ 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 يا بن رواشد النواعس، حربه تاريخ النواعس، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة، الحصاد العالمي، العالمي والحصاد وبن قبعان، الأمتار المجنونة. يا سلام يا سلام، بالراية 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 بالرواشد يا باي، عمار يا عامر، عامر بن راشد بن سعيد الأبراسي المري. سلام سلام سلام، سلامي على بالراية، سلامي على العالمي، سلام من يتابع هذا الشعار، حمد بن راشد بالراية المري. ثاني المراكز وصل التاريخ بتاريخ هذا الشعار الكبير، سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني ما قصرت، قدمت أداء كبير ومميز. ثالث المراكز حربة عبد الله بن علي بن محمد القبعان المري اللي قدمت أداء كبير، تشكر عليه حربة مع ثالث المراكز. ورابعا إذا متابعينا الكرام، تابعنا وإياكم تحديات الشوط الثالث للإبكار الحقائق، وكان تحدي وإثارة حتى الرمق الأخير ما بين هذه الأسماء المميزة، وصراع ثنائي ما بين النواعس وتاريخ، ولكن النواعس مع عامر بن راشد بن سعيد الإبريسي المري ليرسل السلام إلى أبناء ميدان السيح. مع النواعس نجمة هذا الشوط، قاطعة المسافة الأربعة كيلومترات بزمن وقدر 6 دقائق 13 ثانية و30 جزءا من الثواني و30 تاريخ، سليمان بن سلامة بن رويشد الجهني 6 دقائق 13 ثانية و79 جزءا من الثواني، و3 حربة عبد الله بن علي بن محمد القبعان المري 6 دقائق 15 ثانية 75 جزءا من الثواني، ورابعا إعلان محمد بن خجيم بن محمد المري، وخامسا الديبة محمد بن حمد بن علي الربيعان. إذا تهانينا والنماس.